بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين، فخامة الرئيس وأخي العزيز السيد محمد المصطفى المرزوقي، أصحاب الفخامة السادة الرؤساء، صاحب المعالي رئيس الحكومة السيد رئيس المجلس التأسيسي، السادة أعضاء المجلس التأسيسي، السادة الوزراء، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أتقدم باسم الشعب الموريتاني وباسم الخاص بأحر التهاني إلى أخي وصديقي فخامة الرئيس السيد محمد المصطفى المرزوقي، ومن خلاله إلى الشعب التونسي الشقيق على الإنجاز العظيم المتمثل باعتماد دستور جديد للبلاد يستجيب لطموحات التونسيين في المزيد من التقدم والازدهار في ظل الحرية والديمقراطية والاستقرار. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، لقد برهن الشعب التونسي ونخبه السياسية على النضج والحرص الصادق على مصالح هذا الوطن العزيز وأمنه واستقراره، فانطلق حوار وطني جاد ومسؤول شارك فيه كل الطيف السياسي بغية الوصول إلى وفاق وطني لإقرار دستور جديد للبلاد، وهو ما تكلل ولله الحمد بالنجاح الباهر، فكان شعب تونس العظيم الذي أطلق ثورة الحرية والكرامة على موعد مرة أخرى مع التاريخ. وإننا انطلاقا من الروابط التاريخية المتأصلة بين الشعب الموريتاني والشعب التونسي الشقيق، لنهيب بنخبه السياسية أن تستمر في تلاحمها الرائع للحفاظ على الإنجاز التاريخي الذي تميزت به الثورة التونسية، والسير بخطى واثقة على طريق تشييد مؤسسات ديمقراطية مستقرة. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إن موريتانيا التي تبارك لتونس الشقيقة هذا المسار لتتطلع إلى أن تلعب تونس دورها الريادي القائم على عبقرية الإنسان التونسي ومكانة البلاد التاريخية في العالمين العربي والإسلامي وفي قارتنا الإفريقية وفضاء المتوسط. أصحاب الفخامة، أيها السادة والسيدات، إننا في موريتانيا حريصون كل الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا ويعزز أواصر الأخوة والصداقة التي ما فتئت تجمعنا عبر التاريخ. وفي الختام أجدد أحر التهاني لأخي وصديقي فخامة الرئيس السيد محمد المصطفى المرزوقي، ومن خلاله إلى الشعب التونسي الشقيق وحكومته بهذه المناسبة السعيدة، كما أعبر عن شكري العميق لما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن حللنا بمدينة تونس الجميلة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.